ابغافور شنو شنو عندك اليوم بالليل؟ والو علاش؟ كاين واحد فيلم زوين يلا خرج، الا بغيتي نمشي نشوفه في السينما. لا لا السينما غالية صاحبي. وانا قدات عليا ديك النهار 3000 ريال انا وبديعة ودايرين 20 درهم القلية. لا خرج ليا العقل. انا كندبر فيلم واعر يلا مليوح في السيدي باقي في هوليود يلا كيبوم بي مخسور عليه 50 مليار كنشري 100 ريال نتفرج فيه 11 مرة وفي الاخر نبيعو الراجل اختي ب 160 ريال. راه انت وراجل اختك انتم اللي خرجتوا على السينما في اخبارك؟ لا ما تحلش ما تحلش ولا كان اخويا شي شبار الليل هذا. نوض نوض حل نوض. او الليل هذا شكون؟ عندك تقول لي مشيت الصباح راه مع الصباح نقدر نموت. شكون غادي قلت لك الشريف؟ قالوا لي كنكمي. خليه يدخل. صافي خليه يدخل خليه يدخل. مالك؟ جلس علي. شتي انا كنكمي جوج باكيات في النهار هي 40 كارو. في الشهر كتعطيك 1200 في العام 14400 يا في 40 عام 579000 وهذه اللي غتشعل دابا هي كمال 679000 وشحال غادي تكون كميتي في حياتك تقريبا من كارو 579000 ثمن بارط ما في عين الديال انا راه نقدر نكون قتلت شي 100 ديال الخلق مسيو انيس عيط لي على البوليس ما حدو معترف كون كانوا كيشدوا كاع اللي كيكمي كره لاباس وكون كانوا كيشدوا كاع دوك اللي كيكمي كره الزنقه خاويه وقول لي اللي كيدخل على كرمضان شنو كدير؟ لا ورده كيدوزو في الحبس حيت هو كيتقطع كيكحل كيتشد صافي وكيخرج حتى الليل 27 مسيو انيس بلا ما نسمح حنا نمشيو للسينما هي جات حتى لعندنا ما تقصرش راسك انا ما كنتفلاوش حنا ما كنسمعولك خليني نقصر راسي نيت باش ما نبقى نتعدى على حد لا لا عرفك فين غادي ماك مخلوع ياك انا كنخرج مع ستونس ملي ستونس جبت الكارو حتى واحد ما تحرك ودابا ملي جبت الفردي كلكم تخلعتوا وراه بحال بحال بجوج كيقتلوا بجوج كيقتلهم دابا على هذا الحساب البوليس كيحيدوا لي الفراده ويعطيهم باكيات ديال الكارنو المجرم يشدو ويشعلوا لي كويرو غتولي تلقى الزعام قدام الباب ديال الكوميساريات كلشي باغي يتشد دابا اللي بغاو يحكموا عليه بالاعدام غيشدوا لي باكيات الدار ويقول لك 100 100 كل دقه وحده فدابا كتفلى ما عارفش بان هذه راه هي الحقيقه مسيو انيس الله يعاونكم انت فين غادي يا بنادم انا بنادم اخو انا 70000 بنادم القضيه فيها الفراده دابا عندك تحبني خفت لا غادي نحسن لان القانون لا يحمي المغوفلين خلنا لك بالله استاذ من الصباح ما عرفتك شنو كتكتب مسيو انيس من كيو الراقي لا واحد الاعتراف وري البوليس باش يعرفوا انا اللي قتلت راسي لا انا كنوصل غير الشكايات هكا ولدي لا لا عطيني هو انا صافي راه خديت كونجي شريف عندي لك انا واحد الاقتراح علاش ما تقطعش هاد الكار وتتصالح مع راسك وتصالح حتى مع الناس اللي اديتي فات الحال على هاد الشيء ولدي فات الحال ما فاتش الحال ياك عبد الغفور ترجل وسير بيع هذوك الكوارو اللي باقيين عندك في هذيك الباكيه الفلوس ديالهم شريهم واحد كيلو لاراو ديال الكفته انت ما عاد عليك الدخان ديال الكارو قد شوي مع راسك وتم في الدخان ديال الكفته عندك التبله ثاني والكفته وتولي عاد دور بمجمرك بحال مول الجاوي عرفتي واحد الفيلم يلا خرج دابا زوين وكاين في السينما نمشي نتفرج فيه انا وياك من هاني تفوج على راسك راه يقدر يتقطع يقدر يتقطع لك تما ويطلع موس ونبدأ لا كريم شانطيو